دكتورة هبة هجرس هبة رئيس المجلس هجرس، القومي لشؤون الإعاقة، ونتكلم معاها باستفاضة تامة عن 5% وهل ليهم حق ولا لأ، وعن قانون في الدستور قانون 81. نتكلم معاها حاجات كتير. دكتور أهلا وسهلا. احنا بنشكرك. اهلا بحضرتك، ازاي حضرتك؟ ايه الأخبار يا فندم؟ اهلا وسهلا. يمكن كنا بنتكلم من شوية طبعا مع الأساتذة عن قانون 5%، كنا عايزين نعرف من حضرتك هل ليهم حق فيه ولا لأ. المجهزة الحقيقه الاقدام ما كانوش من الاشخاص ذوي الاعاقه لفتره قريبه، نقول مثلا من حدود 5 شهور شرفونا بزياره في المجلس القومي لشؤون الاعاقه، تمام، وقدرنا ان احنا نكتب تقرير رفعناه لوزاره التضامن وعززته الخبراء جوه وزاره التضامن ان لا، الاقدام دي فئه من اشخاص ذوي الاعاقه، وبيها دخل الاقدام لاول مره انهم فئه من الفئات الاشخاص ذوي الاعاقه، وبالتالي ده معناه ان هم يتمتعوا بكل ما يخص الاعاقه في مصر. تمام. دكتوره هبه، هو طلباتهم كانت ايه بالظبط عشان احنا نقدر نحققها لهم؟ الحقيقه هو كان اللي شغال المجموعه، انا مش عارفه مين اللي مشرف حضرتك في الاستوديو، بس اللي معانا استاذ عصام رئيس النقابه وبعض اعضاء النقابه. ما الاستاذ عصام هو اللي كان دكتوره هبه، انا عايز اسلم على حضرتك وبشكرك جدا على الهوا، واحنا ممتنين جدا 75,000 قزم لحضرتك على وقوفك جنبنا. يا فندم انا ده واجب علي. الله يخليك يا ست الكل. بعمل شغلي، ما كانش بعمل اي حاجه اكتر من كده. واعتقد ان الاستاذ عصام اكيد قال لحضرتك ان من المشاكل اللي كانوا هم بيدوا لسه مبلغهم، والله لسه مبلغهم الاساتذه 5% ان هم يخشوا في نسب التوظيف، وبرده كان شاغل بالهم قصه حقهم في السيارات يا دكتوره. استاذ حسن بيقول لحضرتك، دكتوره استاذ حسن بيقول لحضرتك والعربيات، مشكله العربيات يا دكتوره. انا بقول لحضرتك العربيات دي من الحاجات اللي كانت شاغله بال الاشخاص من قصار القامه والاقدام. دكتوره لو سمحتي، حضرتك اتشرفتي وساعدتينا في موضوع ال5%، واحنا برضو باذن الله عندنا امل ان حضرتك تقفي جنبينا في موضوع السيارات المجهزة، لان حضرتك قلت لنا احنا نركز بس في موضوع ال5% ونحذو بحذو باذن الله في الحصول على السيارات المجهزة، فاحنا بنامل ومتمسكين بالوعد ده من حضرتك على الهوا باذن الله ان احنا ناخد نفس الاتجاه. اقول لحضرتك بكل بساطة، مجرد ان حضراتكم دخلتوا من الفئات ذوي الاعاقة، كل المميزات او القانون اللي بيسري على الاشخاص ذوي الاعاقة يسري على حضراتكم، ومنه قانون فكره العربيات المجهزه. بيرفضونا يا دكتوره العربيات، انا بقول لحضرتك بيرفضوك انت لوحدك، بيرفضونا حتى الان. مش حضرتك بس، بيرفضوا 3/4 الاعاقه. ايه السبب يا دكتور؟ طيب ايه السبب؟ هو في عيب الحقيقه في قصه حصول الاشخاص ذوي الاعاقه على العربيات، ان هو بيشترط شرط مهم قوي، ان الشخص ذوي الاعاقه يكون بيسوق العربيه بنفسه. وبعدين ممكن حضرتك تثبت انك بتسوق العربيه بنفسك والكوميسيون يقول لك لا والله انا مش شايف ان انت تقدر تسوق العربيه بنفسك. هو هيتعلم فين اصلا طالما مفيش عربيه مجهزه ليه؟ لا يا فندم، هم بيتعلموا في عربيات مجهزه تمام لشركات بتعلمهم عشان ياخدوا الرخصه. كل اعاقه مختلفه عن الثانيه. المشكله ان احنا واخدين فئه ضيقه جدا من الاشخاص ذوي الاعاقه، هم اللي بنقول عليهم هنديهم عربيات، وده الحقيقه غلط. واحنا رحنا بهذا الموضوع لوزير الماليه، ومشكورا قال انه ان شاء الله هيقبل التعديلات اللي احنا حاطينها في القانون عشان تكون مفتوحه بشكل كبير لكل ذوي الاعاقه والاقزام، لكل فئات الاعاقه ومنهم طبعا الاقزام. الكلام ده خلال قد ايه يا دكتوره؟ في خلال ان احنا، انا بس كنت عايزه اعمل تصحيح، انا كنت امين عام المجلس القومي لشؤون الاعاقه، ودلوقتي انا نائب في البرلمان. نائب في البرلمان. عارفين يا فندم. فان شاء الله الحاجه الاساسيه اللي احنا هنعملها فورا ان احنا هنسحب هذا القانون. احنا عملنا تعديلات في القانون قويه جدا وممتازه جدا، هنسحبها ونخش بيه البرلمان. اول ما نخش بيه البرلمان وناخد عليه الموافقه، يبقى كل اللي حضراتكم بتتكلموا عليه ده هينفذ وهيمشي بشكل
افضل بكثير من يا رب. والله احنا نامل الحديث. نامل بالكلام ده كده يا دكتوره. بس انا ليا سؤال عند حضرتك. احنا عايزين مساندات حضراتكم. والله احنا معاك اهو. احنا القانون نجري فيه. احنا بنعمل كده والله. احنا بنساندكم بايدينا وبدماغنا وبكل حاجه. بس هو ايه النسبه عندنا في مصر؟ 75% 75 الف ولا اكتر؟ ولا الدوله بتعمل الموضوع ده يعني؟ دي نسبه رسميه موجوده؟ بص حضرتك فضل. احنا بالنسبه لنا كمجلس قومي لشؤون الاعاقه وناس خبراء في مجال الاعاقه احنا ما نقدرش نقول الاعاقه بالضبط عددها كام. تمام. فما لان الاحصاءات الحقيقه هنا الاعاقه بشكل عام مش الاقزام بس يعني ما نقدرش نقول احصائيات على الاعاقه بشكل عام. فاحنا بالتالي بنقول احنا عندنا 15% تبع منظمه الصحه العالميه من الاشخاص ذوي الاعاقه في اي بلد. تمام. منهم الاعاقات الجسديه اللي بيندرج تحتها الاقزام. ولكن احنا بنتكلم ان احنا 12 مليون يا فندم. يعني ده عدد مش بسيط في البلد. 12 مليون. 12 مليون معاك في مصر. 12 مليون إعاقة بأقزام؟ لا 12 مليون شخص ذوي إعاقة. ذوي إعاقة بس، تمام. يعني قصة إن احنا نفسر كل واحد مثلا في الإعاقات الجسدية عدده كام، الحقيقة ده ما يهمناش، احنا يهمنا غطاء قانوني يحمي حقوقنا. ما هو دكتورة لما نعرف هم عددهم قد إيه هنعرف ساعتها هنقدر نطبق الكلام ده في وقت قد إيه، عشان احنا لازم يستفيدوا لأن دول عايشين في مجتمعهم. مش عايشين مجتمع تاني. لا يا فندم، لا يا فندم، هم عايشين معانا واحنا كلنا متداخلين. يعني أكيد. الاشخاص ذوي الاعاقه عايشين في المجتمع في بيوتهم واماكنهم، ولازم يوصلهم حقوقهم زيهم زي اي مواطن مصري. نامل والله يا دكتوره يا رب ان شاء الله كلام حضرتك يكون يفعل ونلاقي الكلام ده كله الناس كلها تكون مرتاحه. نشكر حضرتك جدا دكتوره هبه هجرس.